حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي محور روض الفرج ومطار سفنكس الدولي غرب القاهرة. وخلال هذه الزيارة أشار الرئيس بجهود القائمين على تنفيذ تلك المشروعات التي يجرى تنفيذها وفق أحدث المواصفات العالمية، وشدد على الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ. وأكد كمان الرئيس أن تلك المشروعات لها أهمية بالغة في إطار جهود الدولة لدفع عملية التنمية وخططها القومية لتطوير شبكة الطرق والكباري. وأيضا بيعد محور رود الفرج واحد من أهم محاور التنمية في منطقة العاصمة، لأنه بيربط أيضا ما بين مناطق شمال وشرق القاهرة بغرب القاهرة، وسيكون هناك أيضا محور موازي لمحور 26 يوليو مما يسهل من حركة السير ومن أيضا الازدحام. كمان هذا المحور سيساعد بشكل أو بآخر في رفض بربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الإقليمي وطريق منخفض القطارة والساحل الشمالي. ده فيما يتعلق أيضا بمحور رود الفرج. لكنه أيضا الرئيس تفقد اليوم أعمال التطوير والبناء في مطار سفنكس الدولي، وهو أيضا مطار بيهدف إلى تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وبيخدم المطار منطقة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وبعض المحافظات، ومفروض أنه بيستوعب 300 راكب في الساعة. وأيضا أشاد الرئيس خلال زيارته بجهود القائمين على المشروع، وقال أنه بيتم تنفيذه وفق الإطار الزمني المحدد.